السلام عليكم العائلة، لاباس عليكم؟ بخيرين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعسركم مبروكة وعيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. مرحبا بكم اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوة اللي زوينة، حلوة قديمة، حلوة ديال الزمان اللي كل شي كيحبها وكل شي كتعجب له. هنا كما كتشوفوا عندي كاس ديال اللوز وكاس ديال الزنجلان، كاس ديال الكاوكاو، المهم الزنجلان محمر والكاوكاو مقلي واللوز مقلي بقشورو، والكاس ديال الزبيب. هنا استعملت داك الزبيب الكحل. جمعنا كل شيء في الهشوار كما كتشوفوا معنا، راه هاد الهشوار ما شاء الله كطحن كل شيء. الا بغيتوا تطحنوهم تيطحنوا مزيان، او لا الا بغيتوا تهرشموهم وصافي. هنا بحال اللي تقريبا طحنوا، ماشي غير تهرشموا وصافي. وتابعوا معنا ان شاء الله غادي يعجب لكم هذا الفيديو. واخا درتو شويه روتار، ولكن كما كتعرفوا العواشر هذه والوقت ما كاينش باش ندير المونتاج للفيديو. هنا كتوريكم زعما كيفاش طحن، راه حتى داك الزبيب حتى هو طحن مع هاد المكسرات. وهنا في هاد القصعة غدرت نص كيلو ديال الزبدة اللي هي 500 غرام ديال الزبدة، كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت. راه ديجا هاد المقادير كنت صورتهم، ما عرفتش ما سجلوليش هنا في التليفون. مهم بعد ما تخلط مزيان كما كتعرفوا الزبدة حتى تولي كريمية خاصها تخلط مزيان مع الزيت ومع السكر. راه الحلاوه كل واحد كيدير الحلاوه على حسب كيفاش كيبغي، واش حلوه بزاف ولا شويه. وصافي ضفت داك الخليط ديال المكسرات. هنا دابا ساهل باش يتخلط، حيت داك الزبده راه دابت مع السكر والزيت. وغادي نضيفوا واحد الساشي ديال خميرة الحلوى اللي فيها 7 غرام، حيت هاد الحلوى ما كتنفخش بزاف. واخا 500 غرام ديال الزبدة ضفنا ليها غي واحد الساشي ديال خميرة الحلويات. والدقيق في التالي حتى تخلط كل شي مزيان. صافي غادي نضيف الدقيق حسب الخليط. وبقاو معايا احبابي في الفيديو، نتمنى ما تنسونيش باللايك وبارتاج فضلا وليس امرا، وشكرا لكم جزيل الشكر. بقاو معايا في الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. السلام عليكم. يما زغناغ من يما تجام، تمني غتيري مره مليح وقغوا مبروكه ومرعوشه وقغوا عيدكم مبارك سعيد. تمني غتعيد من الصحه الدرهنه مره من يتمنى ورنون ان شاء الله. المهم مش تورام ارحب بالنغ فاستيريسا نزمان وضعبي ويقيم بوشا انت الدات واتقشا فاستيريسا ايوا قيختث نغس ميمي الله وكيون تشيريكا توس دي جيس نوروسينو. المهم تقاس جن تحيا زي فيديو يا نمعاوان نشن تاث نقا فاستيريس وشا انتث. المهم تثي خلطن ايوا نساس كاميرا قورا انتث غسل قناة قناة سوها ميد قطغاري دي المنتدى واني خصنا غاسيا في المهمة حبابيكم مرة. وممش تورام قيغ دي باستيريسا ركاس نجوز يقرا سوق شارنس ركاس نقاويت مني يقرا يبعدا ركاس نزنجلان حماخ ثواها ركاس نزبيب. وشان قا كلشي ديال الهاشوار نحايثن ايوا نقايا رضر ندهن ذو فنجان السكا ميمي السكا كوري جني تقا على حساب تزيوضي ممش تس تعجيب تزيوضي. ونقا ركاس نزجت ديجن ألزا خميرة نباستيريس ايجن الساشي ممش توارا ميتاز دخل قوامة يتخسا ودي تيسشي يقسح وعشتي الناس. ونطبعيث زيت طبعة توغا بعدا نزمان وداس نبدر زعما بوشان الشكل نقيت ما مشيت جادي الاصل النص باستيريسات تعجيب الطاس الطاس من عائلات. المهم الطاس نبدا نتعجب بس من باستيريسا
وتنتخطيشا ذي المناسبة ثمون عيو ذنيغ مش ناوي نشين ربدا واخا غاني كمين غاني كباستيليس ضروري انتك ثانيتا ايوا قمة كاين ارحبا بنا غنتمنى فيديو ان شاء الله هذا وني يعجب تمني غوديت التمشا سيجن لايك ميمي الطاس يتفرجن الفيديو مشات تون لايك وشكرا لخ المتابعة قيمة ما كيدير اراني كان فيديو. وهنا الحلوة كما كتشوفوا ما شاء الله خرجت واحد لكونتيتي كبيرة وبعد ما بردات مزيان على خطرها وفي الطياب كما كتشوفوا ما خاصهاش تجي محمرة بزاف حيت كاع الحلوة اللي كتفند هكا في السكر او لا في الشوكولات ما خاصهاش تحمر. وهنا رحنا كنفندو هكا في السكر كلاصي نفندو ليها غير الوجه وصافي اللي كتعجب له الحلاوة يغطسها كاملة. وهنا احبابي وصلنا لنهاية الفيديو كنشكركم جزيل الشكر توصلتوا معي تل هاد اللقطة ديال الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى فيديو قادم ان شاء الله.